أتعبنا، الناموس أكلنا، الناموس أكلنا، النفايات غلبتنا والبقر أكلنا، وإحنا طالعين على فصل صيف أكثر، كل مكان فيه ناموس أكثر، كل ما في بعوضة أكثر، أطفال مرضى، في العجايز تعبين، الريحة، الريحة ذبحت الناس، التحية. لما تكون ما فيش حدا بنظف وضعك، تغلق البعوض والتفاد تخليك مشاكل كثيرة وأمراض، والصغار بيشكوا كمان وبصير يحكوا، حتى الكبار بصير يحكوا بديهم وبكون يعني بصوت البعوضة يعني بتأذي كثير وبتألم كثير يعني. والنظافة يعني كويس للجميع. بالنسبة للحمامات والله ما أنا منظفة. الحمامات الأمان طفت كل ايتها. لأن بحكي لك أن لو لاحظوا الحمام يعني كأنه بده يروح يتعذب، مش عارف يخبط من هان لهان بالحمامات. كل هيئة الملانات في الصيف من البعوضة، من مشاكل القمامة، من الحمامات اللي مش النظافات. الواحد روح على حمام بيقدرش يخش يقدر يضحشته، وش اللي بحياة بحياة يعني. والمي زي ما انت شايف يعني على الدور بصفته، شوفوا كيف.